الراديو 90-90 هواها مصر. هكمل مشاركاتكم واجاباتكم معانا. في احمد جمعه بيقول هي مهمه بس عايزه، طبعا على بيرد على سؤال حلقه النهارده، بيقول هي مهمه بس عايزه سرعه في القرارات، وشفنا النهارده في ماتش فرنسا، وان شاء الله هنصعد لدور ال 16 يا كابتن تامر. ان شاء الله يا احمد هنصعد لدور ال 16، متفائل جدا معرفش ليه، رغم الهزيمه في اول مباراه ورغم ان احنا هنصطدم باصحاب الارض والجمهور في المباراه اللي جايه زي ما قلنا. هو بيقول ان هي عاوزه سرعه، وانا موافقك في الحته دي جدا يا احمد، لاني لو سالتوني على المستوى الشخصي، مش عاوز اثر في اجاباتكم على السؤال حلقه النهارده، بس لو سالتوني على المستوى الشخصي، انا ضد موضوع استخدام او الافراط في التطبيق الاعاده اتخاذ القرارات بموجب الاعدادات التلفزيونيه او تطبيق تقنيه الفيديو في اتخاذ القرارات التحكيميه، لاني هحس ان انا بقيت بلعب جيم. خلاص بتفرج على الاعاده وانا بلعب بلاي ستيشن مثلا، او بلعب اي لعبه للاطفال مثلا، بلعب ماتش كوره، فما فيش يعني ما بتشوفش حكم بيغلط في بلاي ستيشن مثلا لانها لعبه. فانا شايف ان ممكن نكتفي بحته ان الكوره تخطت خط المرمى او لا، الهوك اي او السيستم اللي هو اللي اسمه الهوك اي او عين الصقر، اللي بتشوف او بتقدر تحدد وبتساعد الحكم، والحكم بيبقى لابس ساعه مخصوص في ايده بتقول له جول او نو جول. اذا كانت الكره تخطت خط المرمى بتقول له جول، اذا كانت الكره لم تتخطى خط المرمى بتقول له نو جول. انا شايف ان دي فير قوي، ان حته ان انت يعني تاخد بناء عليها قرار الكرة جول ولا لا مش جول نتيجة الفيديو او الاعادة التلفزيونية. انا شايف ان نكتفي بيها، لان مش كل لعبة هشوف بقى ده طرد ضرب بكوعه ولا ما ضربش، الكرة دي شد ولا مش شد، الكرة دي لمسها بايده ولا ما لمسهاش، الكرة دي فيها ضربة وعرقلة في منطقة ال 18 ولا ما فيها. هحس بقى ان كده الكرة كل خمس دقايق هنقف وناخد قرار ونرجع ونبص في الفيديو ونستنى ونقف دقيقة او دقيقتين لغاية لما الاوضة او المركز اللي بيبقى فيه الاعدادات التلفزيونيه كلها والحكام المساعدين اللي بيسموها الفار، هنقف بقى كل شويه دقيقتين ثلاثه لغايه لما يشوفوا الاعاده اللي هتوضح اللعبه، وبناء عليه يبلغوا الحكم، والحكم يبعتوا للحكم في السكرين او في الشاشه اللي جوه في الاستاد افضل اعادات يقدر يستفيد منها، ويروح على الخط ويقف بقى ويتفرج ويقارن ويشوف. يعني الموضوع طبعا مليون في المية متفق ان كل واحد وقتها بياخد حقه، لكن انا مش مع ان لعبة كرة القدم تقف كل شوية وكأنها هتتحول الى لعبة الكترونية مش لعبة بشرية. ده دي وجهة نظري.